أكتيكات موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أكتيكاست موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. بثلاثية نظيفة استهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا في المباراة التي جمعته الأربعاء بنظيره التنزاني بالمجموعة الثالثة، ليقدم بذلك أوراق اعتماده رسميا كمرشح قوي على لقب المنافسة القارية لهذه السنة. استدعت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا للمثول أمامها على خلفية تصريحاته المسيئة للمغرب. جاء هذا الاستدعاء إثر شكوى رسمية تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مستدلة بتصريحاته الموثقة تلفزيونياً. دائما مع الخبر الرياضي، حقق منتخب مصر تعادلا مثيرا مع غانا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ليرفع منتخب مصر بهذه النتيجة رصيده إلى نقطتين في المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له. في الاقتصاد الوطني، سجلت الأسواق الأسبوعية وأسواق الأحياء الشعبية خلال الأسبوع الجاري انخفاضاً كبيراً في أسعار الخضر، خاصة التي تلاقي إقبالاً واسعاً من شرائح كبيرة كالطماطم والبطاطس والبصل، ويعزى هذا الانخفاض المسجل إلى وقف تصدير الخضر بشكل شبه كامل نحو موريتانيا والدول الأفريقية بسبب فرض الجمارك والسلطات الموريتانية لجبايات مضاعفة على واردات الخضر من المغرب. أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتام زور الاثنين بمجلس النواب أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي توجد في طور المصادقة تروم جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين. قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط الأربعاء بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بقتل والتمثيل بجثة شرطي أثناء مزاولته لمهمه.